مشاهدينا الكرام في كل مكان، أرحب بكم أينما كنتم في حلقة جديدة من برنامج أهل المدينة، تابعونا. تشاهدون في هذه الحلقة: المرأة اليمنية قيود الواقع وتعثر الطموح، روضة سيرة بوابة الأجيال لنصف قرن من الزمن، شدى خالد موهبة صاعدة في الفن التشكيلي الهادف. فعاليات وأنشطة عدة، نقدم لكم الآن أهم ما حدث من فعاليات وأخبار خلال الأسبوع. ناقشت ورشة عمل في العاصمة المؤقتة عدن آلية حماية المرأة من العنف أثناء النزاعات المسلحة. الورشة التي نظمتها وزارة حقوق الإنسان بالتعاون مع مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان استهدفت 40 ناشطة مجتمعية، وشددت على ضرورة تفعيل الاتفاقية الدولية بشأن الحقوق السياسية للمرأة والأطفال باعتبارهم المتضررين من الحروب والنزاعات المسلحة. دشن وكيل محافظة عدن لقطاع النقل خالد الجعملاني العمل بفرزات التواهي لباصات نقل الركاب بهدف التخفيف من الاختناقات المرورية وتفعيل إيرادات السلطة المحلية في المديرية. وسبق وأن قامت السلطة المحلية بإجراءات لتنظيم حركة سير المركبات وفي مداخل ومخارج المديرية. المرأة اليمنية وبالرغم من قسوة الظروف التي تعيشها البلد، إلا أنها حرصت على الاحتفاء بيومها العالمي لتحفظ مكانتها بين الأمم كنموذج نسوي رائد في كافة المجالات دون أن تتخلى عن التزاماتها كأم وأخت وزوجة. المرأة دي المفروض نحتفل بها يوميا، ما هوش يوم واحد، يعني مش في عيد المرأة نعمل لها حفلة وخلاص روحي انضربي، لا، فعيد المرأة المفروض يكون عيد يومي بالساعات بالتواني بالدقائق. يؤسفني جدا أني أوجه لوم لقيادة للقيادة الشرعية أنها لم تعطي أي اهتمام للمرأة بمناسبة 8 مارس في هذا العام، ونحن كنا بالأمس نحتفل بهذا اليوم تجسيدا لنضالات المرأة وكفاحها ولوصولها إلى مواقع صنع القرار، فاليوم همشت المرأة من قبل الدولة ولم يعط لها أي اهتمام. حالة اللا استقرار التي تدخل عامها الرابع في اليمن أفرزت معطيات معقدة لم تتمكن المرأة اليمنية معها من إعلان حضورها الكلي كشريك فاعل مع أخيها الرجل، بل كانت الأكثر تضررا ومعاناة في مشهد الحرب. الآن نحن بصدد يعني ممارسة تشجيع دور الفتاة بالتعليم لتبوئ للمناصب العليا في ترقيتها في المدارس، لأنه صار هناك عدة تسربات من الفتيات من المدارس، فدور المرأة يجب عليها أن تكافح وتساند الفتيات بشتى الظروف، يعني هناك في عوائق يعني أسرية نتيجة الفقر، نتيجة الأوضاع النازحين، نتيجة الحروب، هذه الذي أدت إلى يعني تدني دور الفتيات في المدارس ودور المرأة برضه بشكل عام. نحن في مرحلة نختلف عن كل المراحل الصعبة، نحن في مرحلة نشعر فيها إن المرأة لم يعطى حقها في هذه الفترة، بالرغم من تواجدها في الميدان، بالرغم من تواجدها في المرافق، بالرغم من صمودها، بالرغم من عطاءاتها، إلا أنها ما زالت يعني في إطار التهميش. خاضت المرأة اليمنية خلال العقدين الماضيين تجربة صعبة في معركة الحقوق، وتوجت نضالاتها بالشراكة والتمكين السياسي، إلا أن ما تحقق لا يلبي الحد الأدنى من التطلعات كما تقول ناشطات. المرأة تريد أن تتبوأ في مراكز عالية في ناحية الإدارة، في المراكز الطبية، في الهندسة، في شتى المجالات التي يجب أن تظهر فيها، يعني حتى في الناحية السياسية. جينا نتكلم بالحقيقة وبالواقع، حال المرأة مهمل مكنسل وكأنها مش متواجدة، وإن كانت متواجدة فهذا نادر ما تحصل فرصة أن تكون موجودة على الأرض. صراحة أنا لاحظت في بعض المناطق الريفية بالذات يعني مسلوب حقوق المرأة يعني كبير جدا،
خاصة المطلقة الأرملة يعني ضاغطين عليها، يا ما بياخذوا أولادهم مني، يا ما ياخذوا الراتب يقول ارجعي بيت أهلك. المرأة في الريفية بصراحة أنا أتمنى أنه الاتجاه يكون للمرأة الريفية يقوم بتوعية الأسرة كاملة لها. تحتاج المرأة اليوم أكثر من أي وقت مضى إلى تعزيز دورها المجتمعي وتوسيع مشاركتها السياسية لتبرهن للجميع مقدرتها على خوض معترك الحياة بجدارة وإدارة الشؤون العامة بنجاح. المرأة مش شكل متلقي، المرأة موجودة وما زالت تعطي وما زالت تحاول أن تطور من نفسها وتثبت كيانها في المجتمع، لأنه بالنسبة لعدن تختلف عن كل المحافظات، فالمرأة يعني موجودة في كل الكيانات، بس الظروف التي حصلت بعد الحرب يعني هي اللي وصلت المرحلة المرأة إلى هذا الوضع. الأستاذة فالنتينا عبد الكريم مهدي، مديرة مشروع مناهضة العنف ضد المرأة على أساس النوع الاجتماعي، أهلا ومرحبا بك اليوم معنا في هذا اللقاء. بداية أستاذة، لو تعطينا نبذة عن طبيعة أعمال اتحاد نساء اليمن. بسم الله الرحمن الرحيم، وأستغل هذه الفرصة في لقائي بالقناة الرائعة قناة بلقيس لأرفع أزكى التهاني والتبريكات لكل نساء بلادي ونساء العالم بمناسبة 8 من مارس، وهو تاريخ نضالي للمرأة لما تقدمه أو لما قدمته لمجتمعها. فبالنسبة لاتحاد نساء اليمن هو اتحاد تاريخي أيضا نضالي، تم تأسيسه عام 1968 في عدن، قام بتأسيسه نخبة من نساء عدن الرائدات، وقدمنا الكثير في هذا المجال لخدمة المرأة في عدن وأيضا خدمة المرأة في اليمن كلها. طبعا اتحاد نساء اليمن في عدن تسميته منذ زمن بهذا الاسم، وحتى بعد الوحدة كان نفس الاسم يحمل في طياته الكثير للمرأة اليمنية، وكان رائدا أيضا في تحقيق الوحدة اليمنية. وطبعا الاتحاد يخدم المرأة والأسرة بشكل عام في عدن، ونحن الآن في اتحاد نساء اليمن طبعا منذ تأسيسه إلى اليوم، نحن تقريبا الجيل الرابع خامس سادس مش عارف كم الجيل، لأنه اتحاد نساء اليمن منذ التأسيس إلى يومنا هذا وهو يخدم المرأة ويخدم الأسرة بشكل عام في عدن وفي المحافظات المجاورة لها. لو تعمقنا أكثر في الخدمات التي يقدمها اتحاد نساء اليمن للنساء وللمرأة، ما هي هذه الخدمات؟ طبعاً الاتحاد مثل ما أسلفت في بداية حديثي أنه قدم الكثير للمرأة العدنية بشكل خاص وللمرأة اليمنية بشكل عام. الآن الاتحاد متواجد في أكثر من 22 محافظة، ولكن ممكن نقول أنه منذ تأسيسه في 68 إلى اليوم قام الاتحاد بدعم المرأة في كل جوانب الحياة، منها رفع الوعي القانوني بالحقوق القانونية للمرأة، قام بالتدريب والتأهيل في المهارات كانت حرفية وغير حرفية، قام بدعم المرأة في الانتخابات، قام بدعم المرأة في التعليم ومحو الأمية، ومستمر حتى اليوم في هذا. أيضا أضيف لها دعم المرأة في الترافع عنها في المحاكم، دعم المرأة السجينة، دعم المرأة في المجتمع. أيضا الدعم أنواع وليس دعم فقط قانوني، إنما تقديم استشارات قانونية، دعم اقتصادي، دعم اجتماعي، من كل مجالات الحياة. فالاتحاد مفتوح لكل امرأة تحتاج للمساعدة، الاتحاد مفتوح لها في أي وقت. كيف تقيمون دور المرأة اليمنية ودورها الفاعل منذ تأسيس الاتحاد إلى يومنا الحالي؟ اسمح لي أقول في بداية حديثي عن المرأة العدنية قبل اتحاد نساء اليمن، حتى يعني إنشاء الاتحاد جاء تتويج لجهود المرأة في عدن منذ يمكن العشرينات أو الأربعينات، لأنها كانت المرأة المناضلة التي قامت بتأسيس الكثير من الحركات، منها حركة جمعية المرأة العدنية، أيضا أصدرت صحيفة المرأة العربية يعني من نساء عدن. فالنضال للمرأة اليمنية وبالذات المرأة العدنية كان له تاريخ طويل من النضال، توج بعد ذلك بتأسيس اتحاد نساء اليمن في عدن واستمر حتى يومنا هذا. فأمهاتنا وأخواتنا مناضلات رائدات في هذا الجانب
في عدن وعلى مستوى كل محافظة من محافظات اليمن بعد الوحدة. وهذا يدل على شيء، إنما يدل على أن حفيدات الملكة سبا وملكة بلقيس كنا رائدات، وسيكون دائما سيكونن دائما رائدات إن شاء الله. والمرأة إلى اليوم وهي تخدم كانت في بيتها لتربية أولادها ورعاية أسرتها أو رعاية مجتمعها ووطنها، وأعتقد أنه الأدلة كثيرة، المرأة مناضلة حتى في حمل السلاح. الدور الفاعل الذي لعبته المرأة اليمنية والعدنية بشكل خاص منذ تأسيس الاتحاد، هل هو مقارنة بالوضع اليوم، هل هو نفس الدور الفاعل؟ دور المرأة لن ينحصر في مجال معين أو أنه يتراجع، لكن الظروف أحياناً والصعوبات التي تواجهها المرأة تعمل على البطء في حركة تطور المرأة وتقدمها إلى الأمام. بالتأكيد كان هناك الكثير من الصعوبات والظروف الصعبة التي تقف أمام أمهاتنا وجداتنا، ما الذي استجد؟ ما هي الظروف الجديدة وما هي الصعوبات الجديدة للمرأة الحالية اليوم؟ المناضلات القديمات كنا يعملنا على تأسيس أرضية قوية للمرأة لانطلاقها نحو المشاركة الفاعلة في بناء مجتمعها وتمكينها سياسياً واقتصادياً واجتماعياً. لكن يعني تقريباً نالت المرأة اليمنية أحسن من غيرها في بعض المواقع في صنع القرار، لكن هناك ظروف وصعوبات عاقت مثل هذا حالياً، مثلاً حرب 2015. الآن نحن دولتنا دولة حرب، الآن نحن ما زلنا نعاني من الحرب، ويلات الحرب، رغم أننا شبابنا وشهدائنا بشكل عام كانوا شباب، كانوا نساء، كانوا أطفال، كانوا رجال، قدموا ما لم تقدمه أي دولة في الدفاع عن نفسها وعن غيرها بالدين والعرض. لكن هناك صعوبات، هناك فقدان لهيبة الدولة في عدن مثلا، وهذا أدى أيضا إلى انحصار المرأة أو انحسارها في بعض مواقع صنع القرار أو حتى في الأعمال الأسرية. الآن أصبح في ظروف صعبة جداً انعدام صرف رواتب الموظفين، نحن في عدم معتمدين على رواتبنا فقط، مثلاً زي رجال الأمن والجيش إلى اليوم لهم من 6 من 8 أشهر لم يستلموا رواتبهم، هذا يؤدي إلى انعكاسه على الأسرة. الشيء الثاني عدم توفر الوظائف لشبابنا، هذا يؤدي إلى ماذا؟ إلى أن يصطادوهم من يعني من جهات قد تكون تعمل ضد هذا الوطن. يعني ظروف كثيرة، انعدام المشتقات النفطية، رداءة الخدمات، هناك كثير من المشاكل التي انعكست على المرأة، وهذا أدى إلى أن تنحسر وتبقى بعيدة عن العمل الذي نطمح له أن تكون مرأة. لكنها في الأخير ممكن أقول لك إنها المرأة في نتيجة ما تعرضت له عدن حملت السلاح، المرأة التي خرجت من بيتها، المرأة التي كفلت يعني كانت توزع أو تطبخ الأكل للمقاومة، كل هؤلاء النساء أو كل هذه الأنواع من الأعمال هي يعني أنا سمحت لنفسي أن أطلق عليها المرأة المقاومة وليس الرجل فقط. ما هي أهم ورش العمل والمشاريع التي قمتم بها في الاتحاد؟ نحن عملنا كثير من الورش وكثير من حلقات رفع الوعي وكثير من حلقات النقاش وورش تدريبية. في الفترة الأخيرة بعد الحرب بالذات نحن كمان عملنا حققنا حلم لاتحاد نساء اليمن، وهو بناء دار الإيواء. هذا الدار الذي يأوي النساء، يعني تلقنا كثير من العنف، طرد أو تشريدهم في الشوارع، وهناك معايير لهذه المرأة المعنفة. فلدينا مشروع ضخم، مشروع مناهضة العنف على أساس النوع، على أساس النوع الاجتماعي، اللي هو على أساس النوع الاجتماعي ليس للمرأة فقط، لكن على أساس النوع الاجتماعي. النوع الاجتماعي معناته أدوار الذكر والأنثى في هذا المجتمع. وأيضا قمنا بعمل دورات تدريبية في اكتساب المهارات لتستطيع الأسرة أن تعيل نفسها وتعيل أسرتها أيضا، بحكم الكثير من الشباب والرجال الذي ضحوا من أجل عدن في الدفاع عنها. فهنا أصبح الحمل على المرأة في رعاية أسرتها ورعاية نفسها. قمنا أيضا بدورات رفع الوعي في الحقوق، حقوق المرأة نفسها، يجب أن تعرف ما هو حقوقها، أكان على مستوى الوطني بالدستور والقوانين أو على مستوى العالمي.
لديها الكثير من الاتفاقيات والإعلانات الدولية في حقوق المرأة، والأهم من هذا جميعا الشرع. الحمد لله إن الله سبحانه وتعالى كرم المرأة وجعلها في أعلى الدرجات وقد أعطاها الكثير من الحقوق. الدين والدستور في اليمن كفل المساواة بين الرجل والمرأة وحق المساواة، ولكن هل ترين أن القوانين منصفة في حق المرأة اليمنية؟ نحن أحسن بلد لديها قوانين لديها دستور، لكن للأسف عند التطبيق غايب، ليس الغياب في القانون لكن الغياب في التطبيق هذا القانون. للأسف حتى المشرعين عندما شرعوا بعض القوانين شرعوها مع احترامي للأخوة إنها بما يريد هو كرجل كذكر وليس كما يراها المجتمع وكما تحتاج المجتمع. المشكلة الثانية إنه الرجل يفتكر إن المرأة منافسة له ويجب أن تتخطى، لا، المرأة شريكة مع الرجل ومكملة له في بناء مجتمع، في التنمية، في تربية الأطفال حتى وفي مسيرة البيت الواحد. نظرة المجتمع للمرأة ربة البيت، هم يرون أنها عاطلة عن العمل، كيف تردين أستاذة فالنتينا؟ بالنسبة للمرأة في المنزل هي أكثر من يعني يحتاج إلى الحقوق. أولاً وظيفة المرأة في المنزل أو حتى في الأرض، حتى في نساء الريف، هؤلاء يعملن دون أجر دون مقابل، لكن الموظفات تروح لمؤسسته أو منظمته أو مرفق عمله تلاقي راتب، لكن هؤلاء النساء وأكثرهن الذي في البيوت أو في الأرض اللي يشتغلوا هؤلاء يعملون دون أجر، أجر اللي أقصدني الراتب يعني. وهذه المرأة أكثر نضال وأكثر احتياج وأكثر حاجة للاحترام من قبل الشقيق اللي هو الرجل. ماذا عن دعم الريفية؟ ماذا قدمتم وقدم الاتحاد للمرأة الريفية؟ المرأة العاملة في الريف أو المرأة العاملة في المدينة أني أقدم لهم تعظيم سلام، لأنها هي من أنجبت الرجل، وهي من تربي، وهي من ترعى، وهي من يعني تربي وتنشئ لنا جيل سليم. ونظرتي لها نظرة اعتزاز، نظرة شموخ، إن المرأة اليمنية رغم الظروف التي نمر بها والتي مرت بها إلا أنها قادرة على الوقوف وقادرة على العطاء. اتحاد نساء اليمن قدم الكثير، ليس في عدن فقط، لأنه عدن إحنا دولة مدنية يعني مدينة مدنية، لكن كمكتب تنفيذي في اتحاد نساء اليمن قدم لكل المحافظات مشاريع دعم مادي، دعم معنوي بالاحتياجات، حتى بأثناء الحرب التي نعاني منها الآن المكتب التنفيذي يقوم بدور كبير جدا في دعم المرأة في كل محافظات الجمهورية. ما هي أهم الصعوبات والتحديات التي تعترض اتحاد نساء اليمن؟ نحن نعاني من كثير من الصعوبات، من ناحية الوضع الأمني، من ناحية الشحة في الإمكانيات، لكن اتحاد نساء اليمن وبالذات في عدن يحظى باحترام الكثير من الناس، شخصيات اجتماعية، كسلطة محلية، كمنظمات مجتمع مدني، كشباب، الحمد لله يعني. ونحن في الاتحاد أيضا مثل ما قلت لك لا ينتمي لفرد، الاتحاد ينتمي للجميع، للأسرة، وهدفه الأساسي هو تقديم الخدمة للناس ودعمها، أكان للرجل حتى والمرأة. نحن الآن نتلقى حتى بعض القضايا من الرجال يأتوا لطلب المساعدة، ونحن على استعداد لدعم الرجال. نعم، فما نقولش إن المرأة بس، لكن المرأة هي بشكل عام، لكن الرجل أحيانا تجي قضايا فيها عنف ونقف مع هذا الرجل، لأن الرجل يمثل لنا الجزء الآخر المكمل للبناء الأسرة. لنا كثير من الدوائر، لنا الدائرة القانونية، لنا الدائرة الصحية، لدينا دائرة إدارة الحالات، لدينا مركز الاستماع المجتمعي، وهذه الأشياء كلها لدينا أخصائية نفسية، لدينا أخصائية اجتماعية، حتى دار الإيواء عندنا لديهم فريق متكامل لتقديم الخدمة في هذا الدار، ونقدمها للمرأة بشكل عام. في الاتحاد مثلا أي امرأة تأتي لطلب مثلا مشاكل هي وزوجها أو أهل زوجها أو أهلها، نحن لا نقوم مباشرة بتحويلها إلى المحاكم، لا، نحن نحاول أولا أن نصلح الأمر في الداخل في بيتنا الواحد. ممكن نجلس مع الزوج أو والزوجة، ممكن نجلس مع أولياء الأمر، نعمل على أولا نحاول جاهدين نحن نحلها أسريا، نحلها داخليا،
إلا متى ما اختارت المرأة والرجل وتم الاتفاق بينهم على أن تكون القضية في المحاكم، نحن هنا نرفع القضية، نحولها إلى المحاكم ونكلف محامية تقوم بالدفاع عن هذه المرأة مجاناً. لا، نحن المرأة اللي تكون مخطئة لا ننسحب، ولكن نحاول أن نقوم يعني أفكار المرأة، تصرفاتها مهما كان. يعني إذا كان كلنا بننظر من زاوية واحدة فعلى الدنيا السلام، لكن نحاول أن نفتح لها كثير من الطرق وكثير من الاتجاهات في أن ترى المشكلة من جوانب أخرى، ليس من جانب واحد فقط، حتى نستطيع أن نلوم هذه الأسرة. والحمد لله نحن حتى نتلقى كثير من القضايا تأتي لنا من المحاكم، يحولوها إلى عندنا في إمكانية الصلح. نعم، فالاتحاد مش مثل ما يقولوا أنه فقط يطلق النساء، لا، نحن لا نطلق النساء إلا متى ما استصعبت حل المشكلة، ولكن نحن نبذل الجهود الكبيرة من قيادة الاتحاد أو من الفرق العاملة أو من القطاع القانوني على أساس أن نحن لا نعمل على تشتيت أسرة، ولكن نحاول أن ننظم هذه الأسرة وأن نصلح فيما بينهم ونقدم المساعدة المعنوية أو بحكم التشبيك مع منظمات أخرى في الدعم الاقتصادي، في رفع الوعي، لكن الآن نحن نقوم بهذه الأشياء كلها إن شاء الله. البعض يفكرون بأن إعطاء المرأة حقها هو يعني يعتبر خراب البيوت. لا، بالعكس، إعطاء المرأة كافة حقوقها يعطيها القوة الكبيرة في أن تحافظ على أسرة، لأن الرجل يفكر بنفسه مع احترامي للرجال، ولكن المرأة تفكر بأسرة، والأسرة هذه نواة لمجتمع، والمجتمع نواة لأمة. فمتى ما أصلحنا الأم مدرسة إن أعددتها أعددت شعبا طيبا العراقي، ما جاتش هذه من فراغ. والله سبحانه وتعالى ما كرمش المرأة لفقط إنها تكون هي الأنثى، لا، كرم المرأة كامرأة لأنها تبذل الكثير، هي من تحمل، هي من ترعى، هي من تبني، هي أصلا من أيضا تشارك الرجل في بناء الأسرة وبناء مجتمعها وبلدها. نعم، هي نصف المجتمع وتنجب النصف الآخر كذلك. ماذا عن الدعم المادي والمعنوي الذي يتلقاه اتحاد نساء اليمن؟ قديما كان في دعم بسيط من بعض الجهات، لكن الاتحاد يعتمد على موارده من خلال بعض المشاريع التي يقوم بها، وايضا بعض المشاريع التي تاتي من المنظمات المانحه ونقوم بتنفيذها في محافظه عدن. ما هي اهم الصعوبات والتحديات التي تعترض اتحاد نساء اليمن؟ هناك بعض الصعوبات، منها شحه الامكانيات، والتي يعني بسببها يعني تكون تقديم الخدمات نوعا ما قليلة، لكن متى ما توفرت هذه الإمكانيات سيكون للاتحاد، يعني نحن من خلال تاريخ الاتحاد نحن تقريبا دخلنا كل شارع ومعظم البيوت، ولكن نتمنى من السلطة ومن الدولة أن تساعد الاتحاد في دعمه نتيجة القاعدة الشعبية التي يمتلكها، نتيجة الكوادر المتواجدة فيها، أن تدعم في هذا المجال بمجالات مختلفة، منها بناء مجتمع سليم، أو دعم الشباب أكانوا ذكور أو إناث. نحن على استعداد لعقد الدورات التدريبية بالتأهيل والتدريب، أيضا نحن كان لدينا مشروع تنمية نحو السلام الذي كنا ندرب فيها شباب ذكور وإناث ونوفر الإمكانيات، ليس مننا لكن المنظمة التي دعمت كانت تأتينا بالمعدات أو العدة أو الأدوات التي بعد التدريب يقوم الشاب أو الشابة بتنفيذه على في المجتمع من خلال تنمية موارده. كيف تقيمون دور المرأة اليمنية؟ هل هو نفس الدور الفاعل؟ اسمحي لي أن أقول كلمة من خلال هذه القناة، أقول للمرأة العدنية أو المرأة اليمنية بشكل عام، أنت امرأة قوية، أنت حكمت اليمن في عزها، عز الحكم في اليمن كان أثناء حكم المرأة، وأقول لها لا تتراجعي إلى الخلف، لكن نحن حمامات سلام، ويجب أن نستمر في هذا التقدم والتطور، حتى وإن يعني واجهتنا الكثير من الصعاب، لكن نحن الحمامة السلام التي يد تبني ويد تدافع مع أخيها الرجل. وأقول للرجال نحن لسنا أعداء لكم، نحن شقيقاتكم وشريكاتكم في بناء المجتمع، تهبوا معنا، يعني تعالوا لنضع أيدينا بأيدي بعض ونبني هذه المدينة أولا اللي هي النواة. متى ما بنيت عدن ورجعت ابتسامتها الساحرة، هذا سينتقل إلى كل المحافظات، أكانت الجنوبية أو المحافظات الشمالية. نحن نريد البناء، نحن ننشد السلام،
وأنت يا امرأة بيدك هذا معك، أنت الذي جبت الرجل الذي هو الشريك الفاعل في هذا المجتمع، فيجب علينا جميعا أن نذهب إلى السلام، لا أن نشجع إلى الفوضى وما يحدث الآن من فرقة في عدن المناطقية، وهذا لا يرتقي إلى مستوى عدن. الأستاذة فالنتينا عبد الكريم مهدي، مديرة مشروع مناهضة العنف ضد المرأة على أساس النوع الاجتماعي، شكرا جزيلا لك على هذا اللقاء. شكرا لقناة بلقيس، القناة الرائعة التي أقنعتني بتقديمها لكثير من البرامج، أن آتي اليوم وألتقي بكم. كما يقال العلم في الصغر كالنقش في الحجر، روضة سيرة من أقدم الروضات في عدن، ولا تزال إلى اليوم تقدم دورا فاعلا. في سبعينيات القرن الماضي تأسست أقدم روضة حكومية في عدن كإحدى أهم المؤسسات التعليمية التي تساهم بدور فاعل في تنشئة الأجيال منذ السنوات المبكرة للطفولة. شكلت روضة سيرة النواة الأولى للتعليم التمهيدي في عدن، المبني على أسس منهجية عالية الدقة في المعايير التربوية التي أشرف على بلورتها كفاءات تربوية، وعد جيدا مدى حساسية المرحلة وما يترتب عليها من مهام. روضة سيرة هي أحد المرافق التربوية والتعليمية التي انشئت في هذا في عدن في وقت مبكر، حينما كان لا توجد روضة في الجزيرة العربية، كانت من أوائل المناطق التي انشأت فيها الرياض هي عدن، أول روضة على مستوى الجزيرة وعلى مستوى اليمن. فروضة سيرة هي الرائدة حتى على مستوى المحافظة، كانت هي الروضة الوحيدة أعتقد على مستوى الجنوب في الفترة السابقة، كانت بدأنا في روضة سيرة. التسمية الحالية للروضة تعود إلى تسعينيات القرن الماضي، وكانت قبلها تسمى بروضة عشرة، مهمتها الرئيسية تأهيل الأطفال ما دون سن الخامسة. جاءت تسمية روضة رقم 10 من كان 10 سنوات من الاستقلال، أول 10 سنوات من الاستقلال تم بناء، فكروا ببناء روضة في الجنوب على اعتبار أنه كانت تكون هي الحجر الأساس أو اللبنة في الانطلاق بالعملية التربوية. فكان الروضة هذه روضة صيرة هي روضة 10، فكان هي روضة 10 هي كان أساس اسمه على اعتبار أنه بعد 10 سنوات من الاستقلال 10 سنوات سموها روضة 10 كبداية. تسميتها الجديدة بروضة سيرة جاءت بحكم موقعها في مديرية سيرة، وقيل أنها اشتقت من قلعة سيرة التي تطل على المدينة كدلالة رمزية لصمود الروضة لأكثر من نصف قرن. استوت في تغييرات سياسية في البلد، تم تغيير روضة 10 إلى روضة سيرة على اعتبار أن المنطقة قريبة من قلعة سيرة. أول ما توقف في الروضة تشوف أمامك الجبل، هو نبراس للروضة، كان هي روضة سيرة، القلعة موجودة الآن، لو توقف هنا في الركب تشوف الجبل قدامك، وفي سيرة كان هو رمز لهذه المنطقة، منطقة سيرة، هذا الجبل الشامخ، قلعة الشامخة الذي على مر العصور عرفت كريتر باسم سيرة، وسميت المنطقة منطقة سيرة اللي كانت أول اسمها كريتر ثم سميت سيرة. تميزت روضة سيرة من بين المؤسسات التربوية الحكومية كونها تحتفظ بإرشيف كبير من العطاء المتواصل، أكسبها طابعها الإيجابي.
كانت روضة صيرة بمثابة ركيزة تربوية شاملة قدمت نموذجا مثاليا لكيفية ارتباط التنمية بالثقافة والفكر والإبداع، واستطاعت أن تصنع جيلا مؤهلا في كافة المجالات العلمية. وزارة التربية في 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 السبعينات بعد الاستقلال كان في له اهتمام غير عادي في ترتيب الأوضاع في المنطقة في الجنوب في فترة ما بعد الاستقلال. كانوا يسابقوا الزمان على اعتبار انه يثبتوا للآخرين انه نحن قادرين انه ننشا انسان في الجنوب. اهتموا في بعض الجوانب، طبعا في قصور في نواقص في مش كل شخص مكتمل، ولكن كانت العملية هي انشأوا انسان في الفترة. قد يكون في ضعف امكانيات، قد يكون في شوية يعني في تخلف في بعض الجوانب، ولكن انشأوا انسان متسلح بالثقافة. تاريخ الروضة المهني طيلة العقود الماضية جسد توثيقا لمشهد النهضة للأجيال في وقت مبكر من زمن التطور. فالروضة عملت وفق نهج مدروس تجاوز حدود الألوان والحروف إلى محاورة القيم وصقل المواهب وإفساح المجال أمام الرغبة والميول. كان هناك في الفترة السابقة اعتراف من جمهورية ألمانيا الديمقراطية. في الفترة السابقة نزل لجنة وفد من ألمانيا وكتبوا عن روضة صيرة بأنها هي عمود العمل التربوي أو أساس العمل التربوي في 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 عدن. فكانت هي روضة صيرة كان المعلم البارز. بدأوا فيها باهتمام غير عادي، اهتمام بالغ. كان فيها أعلام في العمل التربوي كثفت في هذه المدرسة في هذه الروضة، وبدأ العمل على إنشاء روضة مكتملة الجوانب. ما يزال الرعيل الأول من أبناء عدن يتذكرون قداسة التعليم، إذ كانوا أطفالا في روضة كانت بالنسبة لهم بوابة للمستقبل وبوصلة للنجاح. ترسم بالألوان الخشبية والفحم أدق التفاصيل، إنها الفنانة التشكيلية الواعدة بالكثير شذا خالد، وجه المدينة لهذه الحلقة. لنتابع. موهبة متفردة في الفن التشكيلي وأحد أهم التجارب النسائية الرائدة بهذا المجال في مدينة عدن، تلك هي الفنانة التشكيلية شذا خالد. ابتدأت حكايتها مع الرسم التشكيلي في مرحلة مبكرة، وفيه وجدت نفسها واكتشفت ذاتها، لكن حبها لهذا النوع من الفن ورغبتها في معرفة المزيد عنه كان دافعها الرئيس لدراسته كتخصص جامعي، فالتحقت بقسم الفنون الجميلة في جامعة عدن. الفن التشكيلي يبدأ كهواية لكل فنان، يعني يبدأ بتكون بداياته بسيطة، تكون بدايات مجرد ممكن سكتشات بسيطة. أنا بدايتي كانت أنمي، وبعدين تطورت إلى بورتريهات وطبيعة صامتة من خلال دراستي في قسم الفنون الجميلة في جامعة عدن، وأنا خريجة أول دفعة لقسم الفنون الجميلة. الحمد لله طورت مستواي تطوير ذاتي أكثر شيء من الدراسة، يعني بالآخر كل شيء قد اجتهاد، وكمان الصبر وحبك كمان للعمل، حبك للشيء اللي أنت تحبي أنك تطمحي له وتطوري فيه نفسك تلقائياً تتطوري. بالرغم من تراجع الاهتمام بهذا الفن في عدن وتضاؤل فرص النجاح فيه، إلا أن ذلك لم يثني شذا عن هوايتها المفضلة،
ولم يضعف نشاطها، بل على العكس جعلها أكثر حرصاً على خوض غمار المنافسة للحصول على مكانة جيدة بين الرسامين التشكيليين. ما أقبل طلبات رسم ولا بنفس الوقت أبيع لوحات، أكثر شيء هواية، ممارسة هواية، توصيل رسالة للناس، هي هذه أكثر شيء. فكرة الفنان إنه يبدأ والناس تشوف إبداعه، ما عنده فكرة إنه تأكل عيش وإن البلاد، هو بالآخر يطمح إنه، أكيد يطمح إنه فنه يكون في مردود مادي، بس بنفس الوقت ما يكون شيء أساسي، لأنه لو هو ركز على هذا الجانب بينحصر، حتى إبداعاته ما بتزيد، تكون محصور إنه أنا أشتغل ولا أرسم عشان شغل، ما أرسم عشان روح، كيان، إحساس، هو أنا حابب أخرجه، كان بلوحة، كان بعمل فني، موسيقى، أي شيء من جوانب الفن، يعني مش مجرد الرسم. الناس ما شاء الله قاعد تتقبل الفن، الشباب كثير ميولهم فني، نظرتهم فني، عندهم تذوق فني، هذا أحياناً الفنان يشكل شيء أفضل، يعني حتى لو ما لاقى الدعم المعنوي المادي يكفيه إنه يلاقي كمان دعم معنوي. للرسم التشكيلي فنون ومدارس متنوعة، وتفضل منها الفنانة شذى خالد المدرسة الواقعية التي يتطلب الرسم فيها إتقاناً أكثر وتركيزاً أدق على التفاصيل. الرسم أكيد أنواع، لأنه هو مدارس نوعة، هي تعبيرية وسريالية وواقعية وإلى آخره، تجريدية، وعدة مدارس فنية. في كل فنان يميل لمدرسة معينة، وفي فنانين يرسموا لعدة مدارس، بس أكيد إنه ميوله يكون لمدرسة محددة. أنا ميولي مدرسة واقعية، الرسم الواقعي، التعبيري نص مش كثير، بس أكثر الرسم اللي أميله أحبه البورتريهات، الرسم الواقعي، ممكن لأنه أحس إنه أحب الإتقان، الشغل اللي فيه تفاصيل دقيقة، الشغل اللي أحس إنه يعني طبيعتي بالشغل دائما إتقان، وأركز على أدق التفاصيل، فهذا واخذ يعني جانب إنه عشان كذا أميل للمدرسة الواقعية. جعلت من أعمالها الفنية التشكيلية تجربة فن وحياة، وحاكت الواقع الاجتماعي بخيال تصويري إبداعي امتزجت فيه الألوان بالأحاسيس، رسمة ملامح واقعية لتفاصيل حياتية من البيئة اليمنية. أنا حابة أنني أقرب كل أنواع الفن، فكنت أتطرق للرسم الزيتي، الرسم بالتحبير، المندالة، فن المندالة، والرسم بالمائي، والرسم بالألوان الخشبية، والفحم، الرصاص، فتنوعت في أساليبي، لكن زي ما قلت لك تميزت في الفحم والرصاص والألوان الخشبية، وركزت عليهم بشكل أساسي. وحالياً أطمح أنني أنطلق للوحات أكبر، لأنه حالياً لوحاتي ما تتعدى الـ A4 والـ A3، فحابة أنطلق للوحات أكبر زيتية بنفس الأسلوب اللي أستخدمه على الفحم والرصاص والألوان الخشبية إن شاء الله. شاركت في معارض وفعاليات فنية متنوعة وفازت بالمراكز الأولى في أكثرها، الأمر الذي شجعها أكثر على تطوير مهاراتها الفنية وقدراتها الإبداعية. أول معرض الأميدست هو مسابقة أصلاً، بس كان يعني أول مشاركة لي، وشاركت فيها والحمد لله حصلت على المركز الأول. ومن بعده معارض تبع الجامعات، معارض داخل عدن، ما قد انطلقت لمعارض خارج عدن وخارج اليمن، ما قد انطلقت، طموحي أنني انطلق لمعارض خارج اليمن إن شاء الله. تلقت شذى خالد دعماً معنوياً كبيراً نظير ما تقدمه من إبداع في لوحاتها الفنية، وتطمح للمشاركة في معارض فنية خارج العاصمة المؤقتة عدن، وتمثيل اليمن في معارض دولية، وتطوير مهاراتها العلمية والفنية في هذا المجال الذي يمثل لها بحراً واسعاً مليئاً بالأسرار.
طموحاتي أنني أمثل بلدي، أكيد أمثل اليمن، أمثل فنانة تشكيلية يمنية، أنطلق خارج حدود اليمن، العالم كامل تشوف فني، تشوف الإحساس اللي أنا حابة أوصله. صحيح أنه أنا رسماتي بورتري، لكن حابة أوصل إحساسي للآخرين. يعني أحياناً تفاصيل كبار السن تتحدث عن تفاصيل كثيرة في الحياة، تتحدث عن ماضي، مستقبل، حضارة، حاجات كثيرة. فإن شاء الله إن شاء الله أنطلق والناس كامل تشوف اللي أنا قلتها إن شاء الله. نصل وإياكم إلى ختام حلقتنا لهذا الأسبوع، ألقاكم في الأسبوع المقبل وإلى اللقاء.